نحن عنا 2 بنات و4 شباب، وأمي تشتغل بالبنايات وتشتغل يعني عادة، وأبوي بيشتغل على التاكسي شوفير تاكسي، وأنا بشتغل بالطريقة أنا أخدم بها محارم وعلكة، وأخواتي بيشتغلوا بالبيت. أنا أول شيء أنا كنت بروح على المدرسة، من بعد المدرسة شو بيقولوا لي بدنا مصاري، إحنا من طلعك طلعت من المدرسة، بعدين رحت صرت أشتغل لأمي، وأمي هي مريضة مع شقية براسة. في ناس هيك رزينين معنا وشياطين كتير، بس عيط علي أنا ببكي. شفت جي أختي طلعيني بتقلي ليش عم تبكي؟ لأنه يا أختي لأنهم بيصرخوا علي دول الرزينين. بجي واحد تاني بالسيارة بيعطيني مصاري بيقول لي ما عاد تبكي، بيصرخ يا وجهك الزلمة. شدني من إيدي، عيطت علي قلت له ليش عم تشدني من ايدي، مين قال لك تلمسني؟ صرخت بوجهي عملي مشاريع. بس انا كنت بالبيت بدور تبعهم، بحط افلام هندية برقص عليها، وبحب كون اميرة، كون بحب كون عندي اخواتي كلهم سعيدين، وعندنا مصاري كتير، وعندنا قصر كبير، وانا بكون لابسة الفستان البرزة، واخواتي كلهم بكون سعيدة مع اخواتي بالقصر الكبير. بس غني على الحديدة اوقاف، شو بيقولوا لي؟ حلو صوتك كتير بالمرسي، بيعطوني 500 وخلص بيمشوا. الشرطة بخاف منهم اكتر شي من الكربجة، نحنا بيت خالي نحنا. عمولي اجوا شفناهم لقطونا، قلت لهم نحنا ما عاملين شي. اختي التانية هربت وانا ضليت، قلت لهم والله ما عاملين شي. صاروا يضربوني ويعيطوا علي ويقولوا لي لا بلا عاملين شي. لحتى صارت اختي تركض الا امان، خديني معك يا اخي، ما عم بترد علي، خديني معك.